رجعنا لحضراتكم من جديد بأولى فقراتنا في 8 الصبح، فقراتنا الحوارية 24 ساعة بتفصلنا عن غلق باب تسجيل الاغتراب أو تقليل الاغتراب. خلاص بقى يعني بكرة هيغلق باب التسجيل، فكل واحد بقى من اللي مقدم بطاقة الترشيح الأخيرة أو بطاقة الأخيرة لتقليل الاغتراب هو بكرة آخر يوم. عايزين نعرف تفاصيل أكتر بقى عن الموضوع ده، وإيه اللي مطلوب مننا في آخر 24 ساعة كطلاب دبلومة أو طلاب الثانوية العامة. ده هنعرفه من الأستاذ أحمد أبو ضيف المسؤول عن ملف التعليم العالي بصحيفة الوطن. صباح الفل. صباح الفل الأخبار. حضرتك، الحمد لله بخير. بكرة آخر يوم؟ بكرة آخر يوم. إيه بقى التفاصيل الأخيرة في آخر 24 ساعة؟ طبعا ان شاء الله احنا بكره ان شاء الله 7 مساء موقع التنسيق الالكتروني هيغلق باب تسجيل الرغبات للطلاب تنسيق المرحله الثالثه من الثانويه العامه، والطلاب اللي هم تخلفوا عن التسجيل او لم يستفيدوا طبعا فرص تقليل الاغتراب، وكذلك غلق باب التسجيل برضو تقليل الاغتراب في نفس الوقت لطلاب الشهادات الفنيه المختلفه. وده طبعا بعد ما نتيجه التنسيق المرحله الثالثه تم اعلانها، وباعلانها يعتبر تم ترشيح ما يقرب من 640 ألف طالب في الثانوية العامة للجامعات الحكومية والمعاهد المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وبالتالي برضو ترشيح 284 ألف طالب من الدبلومات الفنية، ليصبح إجمالي عدد الطلاب اللي هم من الثانوية العامة والدبلومات الفنية عندنا 920 أو أكثر من 920 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية والمعاهد من الثانوية العامة والدبلومات. نصايح حضرتك في آخر 24 ساعة. طبعا احنا دي اهم نصيحه، طبعا ان الطالب يحاول يستفيد، طبعا كل الطلاب يحاولوا يستفيدوا من فرصه تقليل الاغتراب. طبعا احنا كلنا يمكن اغلب الطلاب لا يعلم ان تقليل الاغتراب ده وارد انه يتم رفضه، لان في قواعد بيتم تطبيقها اللي هي تطبيق ان هو اولا هم بيختاروا 10% بس من يعني من اجمال عدد الطلاب المرشحين بيتم قبول تحويل تقليلات الاغتراب بتاعتهم. 10% من اجمال الطلاب هو بيتم طبعا قبول تحويلات الاغتراب بتاع الخاصه بيهم. الامر الثاني عندنا قواعد كثيره يعني بيتم طبعا بالاولويه ليها، الاولويه هي طبعا بتكون طبعا للبنات اللي هي طبعا مغتربه في محافظات بعيده، الامر طبعا هو الاعلى مجموعا. يعني على سبيل المثال لو طالب دخل تربيه نوعيه 100 غمر في المنصوره وعايز يحول هنا تربيه نوعيه القاهره او عين شمس، طبعا بيكون هنا ايه بيتم تحويله وفقا لاقرب حد ادنى ليه وليكن جامعه عين شمس. طب هنا تربيه نوعيه عين شمس متقدم لها مثلا 1000 طالب عايزين يحوله، وعندنا هنا هي الكليه محتاجه 100 طالب بس، فهنا بيتم الموقع بيختار اعلى 100 طالب يقبل تحويلهم دي مثلا تربيه نوعيه عين شمس، وهكذا على باقي الكليات. طيب حضرتك قلت انه 10% بيتم قبولهم، اول معيار هو انهم فتيات. اول معيار طبعا الفتيات، وثاني معيار طبعا اعلى مجموع. ايه المعايير الاخرى علشان خاطر في طلاب بتزعل يقول احنا ليه ما اتقبلناش، فيبقوا عارفين. لا طبعا احنا زي ما ذكرت لحضرتك، ما هو طالب ممكن يكون الحد الادنى ليه مش جايب الكليه، الامر الثاني ممكن الكليه اللي هو يرغب التحويل اليها استكفت من اول وفقا للعدد اللي هي مناسب ليها. هو الاغتراب ده بيبقى من كليه لكليه مشابهه؟ ما احنا عندنا نوعين من الاغتراب، الاغتراب المناظر اللي هو ذكرته لحضرتك اللي هو من كليه لكليه مشابهه، الاغتراب الغير مناظر انا طالب دخلت مثلا تجاره وعايز احول اداب في القاهره، تجاره وليكن المنصوره، وانا مش حابب تجاره او حاسس ان انا هكون بعيد عن اهلي وعايز ادخل اداب القاهره او اداب عين شمس او اداب حلوان، هنا بقى لازم الكليه اللي انا هحول عليها تكون في نطاق المنطقه السكنيه اللي انا اخذت منها اللي هي الاداره التعليميه اللي انا اخذت منها الثانويه العامه، ويكون التحويل لازم اكون مستوفي الحد الادنى للكليه. يعني لو كليه اداب طبعا لو كليه اداب مثلا عين شمس او القاهره 84% لازم على الاقل اكون جايب 84% فما فوق علشان اعرف احول اليها في اللي هو التحويلات للمناظره. وكمان التنسيق الداخلي لو في لغات. لا التنسيق الداخلي ده بيبقوا من دي حاجه داخليه للجامعات ودي لوائح ليها ومحدش قدر بيقدر يخالف اللوائح، لان بيبقى معروف مثلا تجاره انجلش مثلا يكون لازم درجه 42% او 35 درجه او 40 درجه او 42، دي كل كليه بيبقى لها لائحه في قصه التوزيع الداخلي للاقسام. طيب بخبرة حضرتك عشان حضرتك مسؤول عن ملف التعليم العالي، شايف ايه الاخطاء الشائعة اللي بيقع فيها الطلاب او اولياء الامور، والمقابل ليها اللي هنقول اللي هو الاسئلة المتكررة دائما؟ بص ابرز الاخطاء طبعا اول خطأ بيقع فيه الطالب ان هو بيكون يختار التخصص او الكلية اللي هو مش حاببها او الغير مؤهل ليها،
ودي اكبر ابرز يعني دي مهمة جدا يا دي استاذ اكبر احمد، حاجه، ان اللي يجب على اولياء الامور ما طبعا يضغطوش عليهم. ان ما يضغطش على ابنه. ممكن ابنه يدخل في الكليه هو شايفها من وجهه نظره ان هي مثلا مش مناسبه للمجتمع المحيط بيه، وطبعا دي اكتر حاجه اللي هو يقول لك ابني دخل كذا وابني دخل كذا، ودي قصص كلنا نعرفها، ولكن يشوف امكانيات ابنه رايحه فين وينميها ويقويها ويشجع ابنه انه يلتحق بيها. في الحاله دي هتلاقي ابنه انتج فيها، واصبح يعني اصبح هناك استفاده من امكانيات الطالب في هذا التخصص. دي اول خطا طبعا، ان انا اضغط على الطالب انه يدخل كليه او تخصص الطالب مش حابه، حلو. ودي بنشوفها كتير. الخطا الثاني طبعا ان الطلاب لما بيجي بيختاروا الكليات في مرحله تقليل الاضطراب، هو بيجي يبقى عايز كليه معينه او عايز تخصص معين، طب التخصص ده مش شايفه، فمثلا بيروح يختار يقول لك ايه، انا وليكن ادخل تجاره، احول مثلا على تجاره حلوان عشان بعد كده احول على تجاره القاهره، فيجي يعمل يعني يعمل مثلا تحويل، فيبقى يقول لك انا عايز انقل اداري، فهنا يبقى ايه في مشكله عنه ان هو داخل منطقه واحده فمش هيعرف يحول، او التحويل الاداري بكل قواعد وشروط صارمه والدنيا مش سهله قوي مش كده، سهله قوي. لانه فعلا في ناس تقول ايه، انا هدخل طب المنصوره وبعد كده هحول للقاهره بالفعل ويعمل لفه كده، بالفعل بالفعل مش بالساهل. مش بالسهل يعني. انا حتى التحويلات الاداريه اللي الناس بتفكر فيها من الجامعه للجامعه، حتى بعيدا عن مرحله تقليل الاضطراب، المجلس الاعلى للجامعات حط ليها ضوابط صارمه في هذا الشان. يعني ابرز القطاع ان التحويل بيكون نقل اداري، يعني الطالب هو ووالده كانوا شغالين وعايشين في المنصوره، فجاه كده بعد ما خلص الثانويه العامه جاله شغل في القاهره، هنا اسمه النقل الاداري اللي هنا مسموح ليه؟ هنا مسموح ليه، وبرضه بيبقى صعب شويه، يعني مش بيتوافق عليه بسهوله غير بعد موافقات وبعد التاكد حرفيا ان فعلا الاب فرصه عمله بما هو العائل للعائله انتقل للقاهره. والامر الثاني طبعا اللي هو الناس اللي هي مفكره ان الامر سهل، اللي هو التحايل بالحالات المرضيه، لا، هنا الجامعات بتعمل حاجه اسمها لجنة طبية كاملة الطالب بتحوله ليها، طبعا لو طالب محول نقل مرضي بتحوله طبعا لمستشفى الجامعة الخاصة بيه، وبيتعمل له فحص شامل والتأكد إذا كان هو فعلا من ذوي يعني الحالات مش مجرد المرضية. بس انه بيجيب شهادات طبية لا، من مفيش حاجة اسمها، ما هو شهادة طبية يجيب، يعني يجيب اللي هو عايزه شهادة طبية، ولكن لكن في هو بيخضع لجان للجنة تبع الجامعة. طبعا في لجان طبية بيتم الكشف والفحص الكامل والتأكد يعني فعليا ان الطالب ده يستحق النقل او لا يستحق. اوكي، ها، دي بالنسبة للتحويلات والأخطاء اللي احنا قلنا عليها وما يتعلق بالاضطراب. إن شاء الله هتقفل بكرة الساعة 7، وبدعو كل الطلاب إنه يحاول يستفيد من فرصة تقليل الاضطراب. ليه؟ لأن الفترة اللي جاية، الفترة اللي فاتت زي ما احنا ذكرنا إن في بعض الكليات تم زيادة الأعداد فيها، فتم قبول عدد طلاب كبير فيها في التحويلات، ودي فرصة عظيمة لكل الطلاب. طيب أكثر الأسئلة اللي دايماً بتتسألها كل سنة، يعني دايما، او الطلبه بيخشوا يكتبوها مثلا على الموقع مثلا، ملاحظ ايه اكتر الحاجه اللي لغايه دلوقتي بيسالوا فيها؟ اللي هي فرصة ان الطالب اللي احنا قلنا عليها حضرتك هي ده النقطه اكتر، دي. لا اكتر سؤال، واكتر سؤال بيتردد حاليا برضو، ان في طالب جاله جامعة حلوان كلية اداب حلوان، وهو ساكن وليكن في منطقة الجيزة او الهرم، فهو عايز يجي القاهرة. لا، هنا مش هينفع. ليه هنا مش هينفع؟ لان حلوان والقاهرة والعين شمس منطقة جغرافية واحدة الف، فبالنسبه له التحويل ما بينهم صعب، هي منطقه واحده، فهو بيفكر ان هو يقدر يحول، فبتدي يجي، طب انا عايز احول، انا جات لي اداب القاهره، اداب حلوان عايز اجي القاهره، او انا ساكن في حلوان جات لي اداب القاهره عايز اجي حلوان. لا، هنا الامور صعبه لان انت كده منطقه واحده، فما ينفعش فيها التحويل صعب. الامر الثاني اللي الكثير برضه بيسال في قصه ان انا طالب، طب انا جايب دلوقتي، انا دلوقتي لما جيت سجلت الرغبات جيت والله انا كتبت كليه الاداب، كتبت القاهره وعين شمس وحلوان وما جاتليش، بس اداب سوهاج جايباني، طب انت ما كتبتهاش ليه في الاول؟ يقول لك لا، ما انا فضلت الاقرب. لا خلاص، انت خلاص حظك انتهى فيها ده. لا معلش النقطة دي، طب ما أي حد فينا بيحط دايما المحافظة الأقرب لازم ليه؟ ما هو لو كان كتب كل التخصصات كل الكليات للتخصص الواحد، يعني لما جه كتب كليات الاداب كان كتب كليات الاداب كلها، جات له سوهاج ولا اسيوط ولا مطروح، هنا بقى دي عنده فرصة ان هو يقدر يحول تقليل ما دي اضطراب. مهمة برضو عايزين نتكلم فيها. يعني أنا دلوقتي بحط دايما في اختياراتي الأقرب، مش كل، لان انا اخاف انها تجيلي مثلا ما ده اداب احنا سوهاج، ده هو ده حصل، واخطاء كتيره وقعت في الموضوع ده فبحط الاقرب. ده كان في الاول طبعا في المراحل الاولانيه، والوزاره صراحه
الوزاره قامت بمجهود كبير في هذا الشان يعني طبعا. يعني تنصح بايه الصح؟ احط كل التخصصات حتى لو انا عايشه في القاهره ما اوصل لان انا احط اداب سوهاج؟ ما المفروض كنا المفروض اي طالب يعني اقول لك على الاسئله اللي هي جات لنا في هي كانت الاخطاء دي، فخلاص انت فرصتك هنا انتهت لان خلاص مرحله تسجيل الاغتراب كده انتهت. فرصتك انتهت للتخصص ده. في تسجيل اللي هو تسجيل الرغبات في المرحله انتهت اه خلاص كده انت فرصتك انتهت، انت ما عندكش حل دلوقتي ان انت تحول لكليه غير مناظره، اهم حاجه تكون جايب الحد الادنى للكليه اللي انت عايز تحول اليها. اوكي ولكن المرحله دي الطلاب بيجوا يسالونا بيقولوا طب اعمل ايه وانا جايبان سوهاج، اقول له لا خلاص فرصتك انتهت فيها لان احنا الثلاث مراحل انتهينا في تسجيل الرغبات. يعني حضرتك تبقى تنصحنا الاولويه تكون للتخصص بكل محافظاته ولا تخصصات بكل جامعاته؟ متعدده؟ لا لا بكل جامعاته يعني انا حابب جامعاته يعني فروع طبعا المحافظات ولا احط الاقرب يعني احط مثلا اقرب ثلاث محافظات ليا اداب تجاره لا كل تخصصاته يعني انا دلوقتي انا حابب ادخل اداب يبقى اكتب اداب ال 20 كليه او ال 22 كليه الموجوده في في 28 محافظات مصر كلها؟ كلها. ما انا يمكن القاهره ما تجيليش ولا حلوان ولا عين شمس ولا ليكن المنوفيه ولا الفيوم ولا بني سويف، اول 6 كليات منطقه الف وب ما جوليش او تمام وبنها ما جاتليش، 7 جات لي المنطقه اللي هي جيم مثلا وليكن اسكندريه ولا سوهاج، في الحاله دي انا هحول من جيم للمنطقه الالف بتاعتي. اه يعني فرصة التحويل بعد كده للمحافظة أعلى. بتبقى اعلى طبعا بتحول منها، بس فهمت دي حضرتك. انتهت. فعشان بقول لك الطلاب بيسالونا دلوقتي نعمل ايه، فبنقول لهم دي فرصتك انتهت لان في الف ب في التحويلات يعني القاعده العامه في التحويلات المناظر او الغير مناظر ان انا اجي من بره لجوه، يعني انا زي ما ذكرت لحضرتك اجي من المنطقه الجغرافيه جيم تمام في ايا كانت المحافظه للمنطقه الالف الخاصه بي اللي انا خدت منها الثانويه العامه، غير ما ينفعش اخرج من الف على جيم اللي هي اللي ما ينفعش اخرج من القريب للبعيد، للبعيد اجي من اخرج بعيد لقريب. للقريب. طبعا زي ما ذكرنا حضرتك الثلاث اربع شروط لازم الطالب يكون مستوفيهم او الثلاث شروط يكون الحد مستوفيهم. الادنى الحد البنات ليهم اولويه طبعا، الاولويه للبنات، الحد الادنى طبعا الكليه يكون العدد الخاص بيها، والحمد لله يعني يعتبر كده كل الامور تبقى متضحت في النقطتين دول للطلاب في الجزئيتين دول بالذات. انا بشكر حضرتك الحقيقه على التفاصيل دي ووضحتها لي انا شخصيا، انا كنت فعلا ما عنديش التفاصيل دي. بشكرك جدا استاذ احمد ابو ضيف المسؤول عن ملف التعليم العالي بصحيفه الوطن. غدا ان شاء الله هتنتهي التسجيل لباب تقليل الاغتراب، الحقوا شوفوا الفرصه استفيدوا بنصائح الاستاذ احمد، وان شاء الله التوفيق للجميع. وايا كان بقى اللي هيجي لك هو ده نصيبك يعني، وارتضي بيه وان شاء الله هو يكون فتحة خير عليك في مرحلة جديدة في حياتكم.